اهلا وسهلا فيكم ضمن مركز امام بمدينه عفرين. طبعا اليوم بدا معرضنا معرض الاشغال اليدويه بالاضافه الى معرض الرسم، هو قسمين، المعرض تحت عنوان الفنون الجميله. بالنسبه للاشغال اليدويه كمان تاخذ قسمين، هي مواد اعاده تدوير ضمن المنزل والحياه اليوميه بالاضافه الى مواد بسيطه ممكن من خلالها نحن نعمل اشكال جديده. طبعا المستفيدات او المشاركات ضمن هذا المعرض هن مستفيدات لقسم المساحه الامنه، المساحه الامنه للسيدات كانوا عم يخضعوا لأنشطة أو بيستفادوا من أنشطة المركز ضمن المساحة الأمنية للسيدات اللي من خلالهم حسنوا يحكوا عن مواهبهم الموجودة ولكن ما لهم حسنين يطوروا المجتمع. هون كان دور المؤسسات إنه يساعدهم بإخراج المواهب من خلال صقلة وضعها ضمن هذا المعرض لحتى يبلغوا رسالة للمجتمع إنه هن حسنانين ويتركوا بصمة إيجابية ولحتى يتأكدوا من نظرة المجتمع لهي المجسمات أو للأعمال اللي هن طرحوها ضمن المعرض. طبعاً معرض قسم الأشغال اليدوية كان عدد من المستفيدات أو المشاركات بالإضافة أيضاً لرسم عدد من المشاركات. اهلا وسهلا فيكم بمركز امان بالمساحه الامنه بمركز امان. نحن هون عندنا هذا المركز بنقدم فيه خدمات وانشطه متنوعه من اجل حمايه المراه. في عندنا خدمه حمايه شو اسمه اداره حاله جي بي في، وفي عندنا خدمه مساحه الامنه بيجوا فيها عندنا النساء بيحضروا عندنا جلسات توعيه رفع وعي، جلسات للتخفيف عن الضغوط النفسيه اللي بيعانوا منها. كمان في عندنا فريق توعيه خارجي بيستهدف النساء بالمخيمات وبالمناطق الثانيه. مثل ما احنا شايفين هلا هون هذا المعرض هو نتيجه عمل هالسيدات هدول اللي شاركوا معنا بانشطه المركز، وكان فعلا نشاطهم كثير مميز وفعال. اسمي روجين محمد، عمري 15 سنة، بدرس صف ثامن. أنا جيت لهون لحتى شارك بالمركز الأمان بالمعرض، ورسمت أكثر من لوحة واستفدت كثير منهم يعني، وجيت أخذت دورات كمان هون ورسمت هيدي اللوحة كمان بتعبر عن إنه صرخة البنت ناجعة عن العنف ضد المرأة، ورسمت أكثر من لوحة يعني عن المسجونين وعن العنف ضد المرأة.